موقع الجزيرة توك يقدم. موقع الجزيرة توك يقدم. بودكاست مسألة مبدأ. بودكاست مسألة مبدأ. بودكاست مسألة مبدأ. إعداد وتقديم مصطفى البقالي. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من بودكاست مسألة مبدأ وسلسلة رمضان ومدينة. بعدما زرنا القدس الشريف وعمان وفاس المغربية، نحط الرحالة هذه المرة في مصر الثورة، ومع زميلنا محمد منصور يخبرنا عن أجواء شهر رمضان الفضيل في مصر. ارفع راسك انت مصري، انت واحد من اللي نزلوا في الميدان. ارفع راسك انت مصري، انت وقفت جنب جارك في اللجان. ارفع راسك انت مصري، انت رجعت المصر بتاع زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا أشكرك أخي مصطفى، وأشكر الجزيرة توك على الاستضافة الكريمة، وكل عام وأنتم بخير. بالنسبة لرمضان هذا العام في مصر، بالطبع هو رمضان استثنائي بكل المقاييس. يمر علينا هذا العام بدون مبارك كرئيس للجمهورية المصرية. نعيش أجواء للحرية، وإن كانت أجواء جزئية في الواقع، ليست حرية كاملة بالطبع، لأنه ما زالت إرهاصات الثورة مستمرة، وما زالت روح الثورة موجودة في نفوس المصريين. بالطبع رمضان له طقوس وعادات وتقاليد، رغم الظروف الحالية ما زالت مستمرة وموجودة، وإن كان تأثير الظروف السياسية والتطورات السياسية والأمنية المتلاحقة في مصر تشد انتباه معظم المواطنين في مصر، ولكن تبقى روح رمضان الأصيل في مصر موجودة ومستمرة. نراها في المساجد التي تمتلئ على آخرها في صلاة العشاء، صلاتي العشاء والتراويح. نراها في الموائد الرمضانية في شوارع مصر كافة. نراها في التضامن و التراحم والتواصل ما بين العائلات المصرية، والذي يكون في أشد في هذا الوقت من العام. أيضا نراه في تضامن المصريين مع شعوب أخرى تعاني من القهر أو المجاعة مثل سوريا والصومال على سبيل المثال. هناك دعوات للتضامن مع هذه الشعوب. بالتأكيد رمضان هذا العام رمضان ثوري بكل المقاييس. هناك ما نستطيع أن نقول عنه أنه ارتباط أكثر بالدين، وخصوصا بعد الثورة التي حدثت والتطورات الكبيرة التي حدثت في مصر. والمصريين معروفين أنهم شعب متدين جدا، ويعزي أغلبهم ما حدث في مصر من ثورة وانتصار على الاستبداد، انتصار جزئي على الاستبداد في الواقع، إلى القدرة الإلهية التي مكنت هذا الشعب من أن يقوم ويثور بعد ما يقرب من 30 عاما من السكوت والصبر والتحمل لكل ما مورس ضده من النظام السابق. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. هو يمشي مش هيمشي، طب هو يمشي مش هيمشي، سامع هو يمشي.
هذا سؤال جميل في الواقع. بالنسبة لميدان التحرير منذ فض اعتصام ميدان التحرير في شهر ابريل الماضي اصبح الميدان كل جمعة محط انظار المصريين، مليونات متعاقبة لعديد من القوى السياسية تحدث كل يوم جمعة في هذا الميدان. ولكن منذ بداية شهر رمضان حدث في اول يوم من ايام رمضان افطار لبعض من القوى السياسية داخل ميدان التحرير، وتم فض هذا الافطار بالقوة وتم القبض على عدد من النشطاء، وبالتالي بات الميدان في اغلب الاحيان خالي الا من قوات الشرطة العسكرية التابعة للمجلس العسكري الحاكم في مصر الان. على كل بعض الافراد يقومون بالافطار في مناطق حول هذا الميدان. يكون الافطار في الواقع افطارا بسيطا لا يكون متكلفا، ولكن يستمد من يفطرون في هذا المكان من رمزية المكان ومن القوة الثورية التي ضخها المصريون في هذا المكان في الفترة السابقة في ثورة يناير. يستمدون من هذا الزخم أمل جديد وقوة تدفعهم إلى الأمام في محاولة لاستمرار أو دعم استمرار الثورة وحمايتها واسترجاعها ممن قاموا بسلبها كما يرى البعض. أيضا في ميدان التحرير وفي اليوم الأول من رمضان كما سبق وذكرت كان هناك ملاحظة هامة جدا، وهي أن قام بعض من الإخوة المسيحيين بتحضير الإفطار للمسلمين الذين قاموا بالإفطار في هذا اليوم وفي أيام أخرى ثلاثة، وهذه كانت إشارة هامة جدا لعودة روح الأخوة والمحبة بين طرفي أو جانبي الشعب المصري، الجانب المسلم والجانب المسيحي، بعد فترة مضت كان العنوان الأول للعلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر هو التوتر والتوجس، لكن الآن وبعد الثورة التي حدثت في مصر أصبحت الأمور أهدأ قليلا وأصبح هناك ما يشبه التكافل والروح الجميلة التي تسود الوضع والمشهد في ميدان التحرير الآن. بالنسبة لرمضان هذا العام وارتباطه بالتقاليد وتأثره أيضا بالتكنولوجيا والتطور وثورة الإعلام الجديد والمنتجات التي جاءت لنا من الصين وغيرها، بالطبع رمضان هذا العام تأثر قليلا ببعض الظواهر الجديدة التي حدثت ووصلت إلى مصر. فإن رمضان كان في الأعوام السابقة له طقوس معينة و أدوات معينة، كان مثلا الفانوس المشهور في مصر كان يقاد في الزمن الماضي بشمعة صغيرة وكان له شكلا أو نمطا ثابتا لا يتغير إلا في الألوان. الآن أصبح بعد أن دخلت الصين إلى الأسواق المصرية أصبح الفانوس له أشكال متعددة تواكب كل عام الصراعات الجديدة التي تحدث في مصر سواء في الأفلام أو المسلسلات أو البرامج أو حتى الثورات. فنحن رأينا هذا العام مجموعة من الأشكال التي تعبر عن الثورة مثل شكل الدبابة مثلا أو شكل الجندي أو الفوانيس التي تعبر عن الشعور الوطني الذي يسود في مصر الآن بعد الثورة. ولكن وبرغم الواقع الذي نراه الآن في رمضان هذا العام لا نستطيع أن نقول أن رمضان تأثر كثيرا هذا العام في مصر بالعولمة وبالتطورات التي حدثت في العالم عموما وفي مصر خصوصا، فما زالت له نكهة خاصة ومميزة ترتبط بالماضي أكثر من ارتباطها بالحاضر. وكما ما نراه من تعامل ما بين المصريين سواء في المساجد أو في موائد الرحمن وفي الأسواق وغيرها يجعلنا نقول ونعتقد بأن رمضان في حد ذاته كشهر ينتظره المصريون من العام للعام يرتبط في وجدان المصريين بالماضي
وبكل ما هو جميل وبكل ما هو مرتبط بالدين ومرتبط بالعودة إلى الله والاستغفار عن كل ما فات طوال أيام السنة. يا مؤمن بالله، يا موحد بالله، يا مؤمن بالله، يا موحد بالله، يا مؤمن بالله، يا موحد بالله، قوموا كفاية لهم، هي الحياة كم يوم، وبالصلاة والصوم يرضى علينا الله، يرضى علينا الله. بودكاست مسألة مبدأ، إعداد وتقديم مصطفى البقالي. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى في انت رجعت لمصر بتاع زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا أشكرك أخي مصطفى وأشكر الجزيرة توك على الاستضافة الكريمة، وكل عام وأنتم بخير. بالنسبة لرمضان هذا العام في مصر بالطبع، موقع الجزيرة توك يقدم، موقع الجزيرة توك يقدم بودكاست مسألة مبدأ، بودكاست مسألة مبدأ. انت واحد من اللي نزلوا في الميدان، ارفع راسك انت مصري، انت وقفت جنب جارك في اللجان، ارفع راسك انت مصري. حلقة جديدة من بودكاست مسألة مبدأ وسلسلة رمضان ومدينة. بعدما زرنا القدس الشريف وعمان وفاس المغربية، نحط الرحالة هذه المرة في مصر الثورة، ومع زميلنا محمد منصور يخبرنا عن أجواء شهر رمضان الفضيل في مصر. ارفع راسك انت مصري.